عزيزي المشاهد مساء الخير، أحييك مع حلقة جديدة من برنامجك شخطة قلم. اليوم راح نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، الجنسية الكويتية، متى تسحب وليش تسحب ولمن تعطى وشين هي الأعمال الجليلة، والجواز ليش مادة 17 يعانون وليش صار عندهم مشاكل، وشين هي البصمة الوراثية، ومتى تجنس المرأة المتزوجة من كويتي وغيره من هذه الشجون والشؤون اللي تخص موضوع الجنسية. وضيفنا اللواء مازن جراح الصباح، الوكيل المساعد بوزارة الداخلية للشؤون الجنسية والجوازات. اللواء مازن، قانون الجنسية صادر من 1959، بعد هالسنوات الطويلة كيف تنظر له؟ والله قانون الجنسية طبعا لما صدر ولا لما المؤسسين على قولتهم حطوا القانون، لا قواعد وثابتة يعني ما تغيرت. قانون الجنسية ما تقدر تلعب فيه كل سنة وكل سنتين تغير فيه، مو هو قانون مع احترامي جمعيات تعاونية ولا هالشغلة، هذا أساس ماشي صح والحمد لله ثابت. وواصل نتيجة الحمد لله من الأساس على قولتك يعني لين يومنا هذا، ولين إن شاء الله قدام يعني ممكن يصير فيه إضافات شيء بسيط لحالات معينة، لكن كقانون الجنسية حسب مواده من الأولى للثامنة ماشي إن شاء الله ما راح يتغير. يعني لما تقول إضافات إيش تقصد حضرتك إضافات؟ والله أنا يعني أنا على حسب خبرتي البسيطة بالقطاع أو قانون الجنسية بسيطة، يمكن صار لي سنتين ونص، لكن حسيت في يعني يمكن فقرة بسيطة تنقص القانون بالنسبة للمرأة. نعم. يعني حسيت أن الزوجات الكويتيين انظلموا فقرة بسيطة، اللي هي زوجة الكويتي لها حق تعلن رغبتها بالتجنس. نعم. تتجنس تأخذ المادة الثامنة على زوجها. نعم. بعض الأزواج سابقا شوي معنتين يعني ضد تجنيس المرأة ولا هالشغلة. نعم. فيركنها لين الله يأخذ أمانته ولا يصير طلاق، فالمرأة ما كانت ما أعلنت رغبتها في الإدارة فما لها حق أنها تتجنس يعني. فرفعنا واتفقنا مع مجلس الأمة مع اللجنة الداخلية والدفاع وفي مشاورات بيننا وبينهم. نعم. أن نضيف لهم مادة بالنسبة للمرأة اللي لم تعلن رغبتها بالتجنس يعني حافظت على خلو الحياة الزوجية، أنها ما تزوجت بعد ما ترملت أو طلقت. نعم. وأكبر الأبناء وصل لسن الرشد لها الحق بالتجنيس يعني. يعني نقدر نقول لو مازن كأنكم تكافئونها أنها ربت أولادها وما تزوجت بأنها تمنح الجنسية الكويتية مقابل هالأمر. طبعا لا شك يعني كلنا ربينا تحت أمهاتنا ونعرف الدور اللي تقوم فيه المرأة مو سهل يعني. نعم. ونظير وقفتها وأنها حافظت على خلو الزوجية بعد ترملها ولا بعد طلاقها وقدرت تحافظ تطلع لك جيل ووصل للسن الرشد، خلاص بعد المرأة اللي حافظت على خلو الحياة الزوجية لين وصل بنتها ولا ولدها 21 سنة ما أعتقد فيه لهنية زواج يعني. الخوف من هنا تتجنس كويتي وتترد تتزوج ولد عمها ولا واحد من قرائبها يعني. فهذه النقطة إن شاء الله إحنا ماشيين وقاطعين شوط طويل إن شاء الله. الحديث عن التجنيس هل يعني أقلق أبوابه ولا لازال مفتوح؟ التجنيس لكذا باب. نعم. من أي تجنيس تحت يعني؟ يعني نسمع بجرائد بجنسون 2000 بجنسون 1000 ويدغدغون هالمشاعر. هل كان في قانون سابق مع مجلس الأمة غر أن 2000 شخص كل سنة يتجنسون، لا يغل عن 2000 شخص. نعم. وما وصلنا للعدد. نعم. يعني حتى وزارة الداخلية كان عندها القانون هذا وأنها لها حرية التجنيس بالنسبة للعدد 2000 شخص، بس أول سنة استفادوا منه جنسوا 600، ثاني سنة 400، فما عنده القدرة أن يجنس أو يعني ما في الأعداد الكافية اللي تجنسها أو اللي يكون صافي للولد عشان يجنسه. طبعا قانون الجنسية إذا بتجنس شخص لازم يكون صافي نظيف 100%. نعم. أي شوائب ما عليه أي شوائب أمنية ولا جنائية عشان تجنسه. لو مازن اللي سحبت جناسيهم وبطاقتهم المدنية انتهت، كيف يتعاملون مع الجهات الرسمية والبنوك والمستشفيات؟ طبعا بعد سقاط الجنسية من الشخص أو سحبها ما البطاقة المدنية ما لها قيمة يعني خلاص. نعم. لأنه يتعمم على جميع الجهات الحكومية أن هذا الشخص فقد جنسيته سقطت. نعم. منه. نعم. بأي حال من الأحوال طبعا. نعم. ما يقدر يستخدم أي بطاقة، يعتبر مزور أصلا لو يستخدم بطاقة أنه هو مواطن كويتي وهو ما يحمل جنسية. زين. طبعا اسقاط الجنسيه من المواطنين او من اللي كسبوا الجنسيه
في كذا حالة من الستينات ترى الإسقاط ما هو حديث يومي ولا السنة هذه ولا السنة اللي فاتت. نعم. من أساس التجنيس عطى مادة تسحب يعني فيها أو إذا خالف الشروط طبعا يكون ماخذها بصورة غير قانونية بتدليس بانضمامة لأسرة وهو مو معاهم يعني بأي معلومات تسقط من الجنسية. فمن الستينات من بدأ التجنيس بدأ السحب. نعم. في عندنا حالات كثيرة عوائل مو شوية. نعم. الحين قاعد ندرس على أساس أن يعني نضمهم المقيمين بصورة غير قانونية يعني ما يعني يشابه في هذا. يعني توجه لإعطاء نعم بطاقة. في توجه أن نعطيهم بطاقة على أساس تمكنه من الحياة يعني. نعم. لو مازن كلمة الأعمال الجليلة شنو هي الأعمال الجليلة اللي يعطى فيها الإنسان جنسية كويتية؟ طبعا تجنيس بأعمال يعني تستخدم الأعمال الجليلة هذه بيد سيدي صاحب السمو أمير البلاد وحده لا غير يقدر يتحكم في هالشغله. من يرى طبعا اكيد في تقارير ترفع حق سيدي صاحب السمو اساس ياكدها ولا يعني يطلب فيها, بس هو القرار بيده, هو اللي يطلب من يجنس بالاعمال الجليله. طبعا من يقوم باعمال للبلد يعني كثيره فيشمل تشمل الماده هذه الاعمال الجليله. كثير من ابناء الكويتيات في تايلاند في الفلبين في مصر تركوهم ابائهم للاسف مع أمهاتهم, والكثير منهم يفتقد لمستندات وبطاقات وما يثبت أنه كويتي. كيف عالجت المشكلة هذه الأوماس؟ طبعاً هذه طبعاً أغلب الدول عندنا نفس الحالة ما شاء الله. الكويتيين يمشون يتزوجون كثير يعني مديرة واحدة يعني كل الدول. من استلام الإدارة ما في يعني أعطاء وثيقة ويحضر الكويت وبعدين يبين أنه هو ولد مازن ولا ولد محمد ولا يعني نعم. عرفت الحين نخاطب بشكل كل شهرين كل شهر نخاطب وزارة الخارجية مخاطبة القنصليات أو السفارات في الخارج منو عندهم. طبعا أي شخص برا الكويت بأي ديرة كان بتايلند أو مثال اليمن بالسعودية بالإمارات أي ديرة برا الكويت يلجأ للسفارة ويسجل إن أنا والله عندي مواليد ما سجلتها. طبعا يعني يكون طايف المدة إذا عندك مولود حديث وأنت مستشفى حكومي أو مستشفى رسمي هناك ومسجلة بالسفارة بولادته بتاريخ ولادة هذا إجراء عادي روتيني. بس اللي يغيب سنوات وبعدين يقول أنا عندي عيال. نعم. هذه النقطة اللي نلجأ نشكل فريق من إدارة الجنسية ومن الإدارة العامة للأدلة الجنائية يطلعون فريق من إدارة من الدي إن إيه مع الإدارة العامة للجنسية يطلعون فريق يروحون يقابلونهم يحققون معهم ويأخذون منهم عينات ويرجع الفريق. هذا بشكل دوري الفريق يعني. يعني انتوا قاعدين بشكل دوري يزورون دول. الحين انا من استلمت الاداره الحمد لله باتفاقي مع سيدي مع الوزير ان ما في احد يدخل خاصه اذا متاخر بالابلاغ عن المولود. نعم. الا ناخذ فحص دي ان اي ونرجع للكويت نشيك عليهم بالمعامل هنا بالادله الجنائيه متى ما اعطانا النتائج ايجابيه نعطيه الموافقه باصدار وثيقه من السفاره والكويت ويسوي. وبعد ما استخدمته دي ان اي اكتشفتوا انه بعض صادق والبعض غير صادق. طبعا اكيد في حالات فيها نفي وفي حالات لا. السوريين في الكويت اللي هو مازن مع الظروف اللي يمرون فيها الان هل في توجه عندكم لاعطائهم اقامه مميزه او استثنائيه؟ والله شوف بالنسبه للجاليه السوريه طبعا العدد ما هو كثير يعني ولا هو مخيف يعني بالنسبه للي دشوا زيارات الكويت. الوضع الحالي طبعا احنا ننطر قرارات مجلس الوزراء متى ما اصدر قرار بالنسبه للجاليه نقوم تنفيذه. الوضع الحالي الحين قاعد نعدل المخالفين نعطيهم تمديد. نعم. سيد معالي وزير نائب رئيس وزراء وزير الداخليه اعطانا صلاحيه ان المخالفين مددوا لهم بس كاقامه مؤقته ماده 14 مددوا لهم بدون غرامات. مديد لا بغرامات يدفع الغرامه. يدفع الغرامه. اي يدفع الغرامه. ويستطيع استخدام اهله في سوريا؟ الحين شبه تقريبا واقفه العمليه يعني. نعم. بالنسبه للجديد يعني انت عارف الازمه صار لها 5 سنين ما هي نعم. توها جديده نعم. يعني نعم. فالوضع مستقر يعتبر بسوريا حاليا يعني نعم. الموجود هنا قاعد نعدل وضعه نعم. بحيث نعطيه تمديد للماده 14 اقامه مؤقته. نعم. ابناء الكويتيات هل هناك تشريع لتجنيسهم؟ والله في لهم ماده هم ابناء الارامل والمطلقات اي تجنيسهم يعني نعم. بالنسبه للارمله بعد مضي 5 سنوات من ترملها تفتح ملف لابنائها. نعم. القصر ياخذون شهاده معامله الكويتيين يعامل معامله الكويتي لحين بلوغه سن الرشد. والمطلقه نفس الشيء؟ والمطلقه نفس الشغله، المطلقه بعد 7 سنوات. نعم.
اكتشفنا في حالات بالنسبه للطلاق، طلاق سوري يعني على قولتهم انه طلاق رسمي، لا في حالات الحمد لله عندنا اداره بحث وتحري في الجنسيه تتابع الامور هذه، يعني مو اي واحده تيجي تبلغ انه طلاق وانتهت السالفه. لو مازن سؤالي هذا عشان اروي لك معلومه صححها لي ان كانت صحيحه او غير صحيحه. البعض يتعمد ان يطلق زوجته في الكويت حتى تكون مطلقه ومن ثم تجنس اولادها، وبعدين يعقد قرانة عليها في دولة خليجية أخرى بعد حصول الأبناء على الجنسية الكويتية، هل هذا صحيح؟ طبعاً هو التجنيس ما هو بيوم وليلة يصير، يعني ما هو مو أنك فتحت ملف عقب سنة تتجنس، أعمار يعني يبيلها سنوات علشان تتجنس، ما هو مو بسرعة يعني. وبعدين التجنيس يتم بعد بلوغ السن يتجنس، بالنسبة للغصة لما يوصل السن رشد يلا يتجنس يعني، نعم مو بنفس الوقت. جواز مادة 17 البعض استخدمها للحصول على حق اللجوء السياسي، كيف نعالج المشكلة هاي أو كيف تعالجون المشكلة هذه بحيث أنه لا يساء استخدام جواز مادة 17؟ شوف بقانون وثائق السفر جواز مادة 17 يعني أساس صرفه مو بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية أو بما يسمى بالبدون، نعم الدارج الاسم الدارج بالكويت، نعم جواز مادة 17 أساس صرفه يعني أو فكرته أنه يصرف لأي وافد عربي مرافق لوفد حكومي، يعني مثل وفد مجلس وزراء طالعين، مثل وزارة طالع وزير الداخلية ولا بشغلة، وفي مستشارين أجانب وياه، بدل لا يطلع وياه المستشار جنسيته العربية أو جنسيته الأجنبية، يعطونا مادة 17 كوفد كويتي يحمل جوازات أو وثائق كلها تحمل إم دولة الكويت. بس على شان موضوع حقوق الإنسان والظروف اللي يمرون فيها المقيمين بصورة غير قانونية قاموا يصرفوا لهم المادة 17. بصراحة بالسابق كان يصرف مادة 17 لأي شخص، نعم يتقدم وش اسمه تلاقي عنده أصول ولا عنده إحصاء ولا عنده قيد ولا عنده إحصاءات حديثة بالكويت صرف لهم مادة 17. نعم شوي الحين صار في لها آلية، إحصاء اللي عنده إحصاء 65 وما قبل يثبت هذا لحق، يعني قانون التجنيس يعتبر ان قانون التجنيس يشمل الاحصاءات 65 وما قبل، لكن الاحصاءات اللي بعدها مثل احصاء 70 احصاء 75 يعطي الحين مع تحديد الوجهه وين بيروح، نعم اربط له البلد اللي بيروح لها، ما اعطي الجواز مفتوح انه هو طبعا ماده 17 دول معينه اللي تستقبلها مو كل دوله. طيب انتم صرفتوا ماده 17 للحجاج وصار ربكه بعد لما راحوا صار في ربكه كنا حددناها على اساس الجهه الوجهه، بس الحجاج ممسوكه يعني، نعم انت صاحب حمله يتقدم تقول عندي مثل 60 نفر من المقيمين بصوره غير قانونيه، انا اسلمك اياها كعهده جوازات انت تتصرف فيها بالمنفذ وتدخلهم السعوديه وانت راجع الكويت، من تي حق الكاونتر الجوازات بالكويت من تدخل جوازي يحط لك دخول عليه سحب الجهاز يسحبون الجوازات، نعم المنافذ ويحولونها للاداره العامه الجنسيه. هذه مربوطه بعد الانسان يعني هم يعني واحد بيروح بيدي فريضه حج وهذا ما يصير احنا نكون يعني متشددين، نعم زياده على اللزوم. بصمه الدي ان اي قاعد تستخدمونها انتم الان بالنسبه لمنح الجنسيه او منح الجواز ماده 17؟ طبعا كل واحد يتقدم بالنسبه لاحصاء حمله احصاءات 65 او بالنسبه لابناء الارامل والمطلقات مع فتح الملف لازم كاسره تروح نعطيها كتاب تروح تحول الاداره الجنائيه، نعم دي ان اي ياخذ عينات منهم وتجينا نتائجهم. لو مازن شنو صار الأسبوع الماضي على الحدود بيننا وبين المملكة العربية السعودية؟ البعض يقول استخدمت البصمة الوراثية والبعض يقول ما استخدمت البصمة الوراثية، شو اللي حصل بالضبط؟ لا نظام يعني المملكة العربية السعودية طبعا حرين بأي إجراء هم يعملون فيه، يقال أن تم تجربة البصمة بالدخول يعني كإثبات، يعني حسب استفساري أنا اليوم مستفسر من الأخوة بالمملكة العربية السعودية يقول لك هذا اجراء روتيني احنا قاعد نسويه نثبت دخول اي شخص دخل المملكه بالبصمه. نعم. المنافذ البريه مثل الحين دوله الكويت يعطونك وصل صغير مختوم يعني. نعم. تاخذه من ضابط الجوازات تسلمه النقطه الاخيره، السعوديه لا يكتفون بالبصمه. النظام تجريبي هم نفس الشغله سالته انه والله البرنامج يعني النظام استخدم يوم الخميس والجمعه الصبح في اوامر اغافه يعني ما افادني بشيء بصراحه يعني مؤكد، بس قال لي يمكن في خلل بالنظام لكن النظام راح يكون مستمر بالنسبه للبصمه. شنو الغايه من وراء هو الحين يوصل لي رساله ان هذه اثبات دخول بس بدال انت لا يدخلك بالسيستم بس تبصم خلاص اوتوماتيك انت اثبت دخولك. هل هناك جديه عندنا في الكويت
محاربة أو إنهاء موضوع المزدوجين؟ والله ماشي، من يثبت ازدواجيته يرفع كتاب اللجنة العليا للجنسية ويتم إسقاط. وطبقته القانون؟ إيه طبقت حالات. عن أي إنسان مزدوج رأساً اللي يستخدم قانون الجنسية متى ما حصلت أنت على الجنسية؟ نعم. الكويتية؟ نعم. ما تستخدم أي جنسية سابقة لك يعني؟ نعم. فاللي يثبت أنه يستخدم الجواز أو الجنسية الثانية بأي قرض ما نرفع كتابة حق اللجنة العليا وتتم إسقاطه بأي أول أي اجتماع يعني لاحق يسقطون جنسية الكويتية. لو مازن جواز السفر الكويتي أخضر بعدين أزرق بعدين مرة ثانية أزرق نوع ثاني، يعني كل هذا المقصد في تطوير عدم تزويره أو أن هذا الهدف منه شيء آخر أمني؟ لا بالنسبة الأخضر ولا الألوان أنت اللي تقول عنها يعني طبعا كل بين فترة لازم تغير، مو بس بالكويت كذا دولة ترى يغيرون. لا معمول فيه في كل الدول؟ معمول في كل الدول تغيير الجواز. يعني الحين دولة خليجية توا بلشت بالجواز الإلكتروني غيرت لونها من لون افتكر عنابي للون أزرق يعني. نعم. شبيه للون الجواز الكويتي. فهذا أمر طبيعي. فهذا عادي يعني طبعا التغيير أنت مثل ما تغير العملات ولا شاء الله ما يصير أنت بتغير عملة تطبعها نفس الطبعة السابقة، لازم نعم. تحط لك شيء يميز الفرق يعني. نعم هو يعني مش مقصود فيه امتلاك في التزوير. والله بفضل من الله شوف جواز دولة الكويت ما تزور، تزور ومكشوف يعني تزوير عمي. نعم. مشكلة بجميع دول العالم ممكن يتم التزوير بس يكون تزوير مخترق من نفس الإدارة اللي يعني اللي تصدر الجوازات يعني. نعم. الجواز الكويتي نعم في كذا حالة قدروا يستغلونها بس عن طريق ضعاف نفوس موظفين ضعاف نفوس بالإدارة إنه والله نعطيك معلومات أو بيانات محمد البريس وحط صورة مازل اللي راح مكانه، فأنا استغل الوثيقة هذه باسمك لكن بصورتي عشان المنافذ. لكن تعرف الحين معظم الدول كلها بصمة صارت. نعم. تفيز روح تبصم فصعبة يعني. بعدين إنك جواز يأخذ جواز خام مثل يمكن القضية اللي صارت ضجة عليها المزور هذا الأسبوع الماضي اللي مسكوه في عنده جوازات. نعم هذا الشخص ضعيف نفس بالإدارة وتم تحويل لقضية ومحكوم الحين بالسجن المركزي 7 سنين على القضية هذه على سرقة الجوازات وقدر يسلم جوازات يعني باعها برا بس ما يقدر يستغلها بأي منفذ. نعم صعب عليه أن يستغلها لأن الجواز فيه باركود تحت، أنت الحين بجواز الكويتي وين ما تروح بأي منفذ يشخط على السيستم راح تطلع بياناتك. نعم. إذا ما كان مفعل هذا الرقم فما راح يقدر يستخدمه، يطلع ورقة كأنه دفتر نوت عادي يعني. نعم قبل شوي حضرتك قلت أن دولة خليجية تسوي جواز إلكتروني، متى اللي هو مازن بالكويت يطبقون الجواز الإلكتروني ومتى ناخذ الشنجل مثل دول ماجستير؟ والله احنا السباغين بصراحة يعني، احنا موضوع الجواز الإلكتروني من 2008 كانوا مطروحة المناقصة ووقفت بآخر لحظة صار فيها تغيير يمكن شركات ولا شغلة وتم إلغاء المناقصة. الحمد لله يعني أنا فخور أني الحمد لله ترأس لجنة الجواز الإلكتروني وشبه يعني الحين لليوم يمكن قطعنا شوط وصلين النهاية بنتيجة 99.7 أقول بالمية يعني. نعم. ما باقي لي شيء وإن شاء الله نوقع عقد الشركة ويمنح الجواز الكويتي قدرة على المنع من الشنجل مثل ما الدول الأخرى. هو شوف مو شرط حصولنا على الجواز الإلكتروني يعني يعفينا من فيزا الشنجل، من شروط السفارات الحين ب 2016 إنه ما يفيز لك أصلا الشنجل إلا يكون عندك جواز إلكتروني. نعم. ف جواز الإلكتروني يعني الإعفاء يبي له شوي صفقات يمكن يبي له ترتيبات معينة يعني ما هو سهل أن ترى اليوم تقدم. يمكن إحنا مشروعنا بالإعفاء المواطنين من الفيزا الشنغن الأوروبية متأخرين بلشنا فيها بس الحمد لله وصلنا ترى يعني شبه واصلين، عندنا اتفاقيات ثنائية مع كذا دولة أوروبية إعفاء مثل جواز الدبلوماسي والجواز الخاص، إيطاليا عافية المواطنين كلها، في وايد دول عفتنا. فمن شروط الإعفاء من شنغن أنت يكون عندك اتفاقية ثنائية مع الدول الأوروبية ويكون لك سبونسر راعي يدعمك في إعفائك من هذا. عندنا إيطاليا نفس الشغلة هي اللي متبنية الكويت في الاتحاد أو المنظمة الأوروبية لإعفاء من الشنغن، فماشيين بإجراءاتنا زين يعني. بالنسبة للمملكة المتحدة بريطانيا عندي الشهر الجاي إن شاء الله بنوفمبر راح نسوي تجربة الفيزا الإلكترونية اللي هو أنت من الجهاز عندك بالبيت تعبي بياناتك راح تصير فيزا فري، يعطونك تسحب برنت صالح لمدة 6 شهور لزيارة مرة واحدة.
قبل كل 48 ساعة من دخولك بريطانيا تعبي مرة ثانية وتسحب برنت، راح تصير فري وراح نفتك أو المواطنين نفتك من مشاكل الفيزا البريطانية وتسعيرتها ما شاء الله مرتفعة يعني. نشكرك، هذا سبق للبرنامج وناخذ فاصل شوية ونكمل. حياك الله. لو مازن الغرامة على فقدان الجواز الكويتي يقال إنها زهيدة، الأمر اللي يخلي للأسف البعض ما يحافظ على هالوثيقة المهمة. شوف، ما في غرامة أصلاً على فقدان الجواز للأسف. إن شاء الله الحين على الجواز الإلكتروني قاعد نعد دراسة لرفع الرسوم. الحين يضيع جوازه ما في غرامة؟ لا ما في، بس في قرار لازم يستثنى، يعني اللي يبلغ عن فقدان لازم يعلم الجريدة الرسمية ويتم التعميم عن طريق الانتربول، يفترض 5 شهور بعد صدوره بالجريدة الرسمية. يعني العملية تأخذ 6 أشهر لازم عشان تصدر الجواز. لكن يعني احنا ما شاء الله الشعب الكويتي كلنا عندنا ظروف، كلنا نعم. مستعيلين نعم. كلنا عندنا واسطات، ماكو شيء يعني الاستثناءات، فما تلحق راس وياهم صراحة. نعم. بالجواز الجديد ان شاء الله الحين قاعد نسوي زياده الرسوم بالنسبه للاصدار، انت عارف الجواز القديم عادي سعره غير الجواز الالكتروني ككوست يكلف على البلد يعني. نعم. فراح تزيد الرسوم ان شاء الله، راح يصير في رسوم يمكن اول مره تبع راح يرتفع رسوم بالنسبه للجواز الجديد. بالنسبه للمستعجل يعني احنا كنا مستعجلين اقول لك يعني، فراح ارفع يعني راح نحط تسعيره المستعجل مثل ما منطبق بجميع الدول. إذا تبي جوازك بسرعة تدفع أكثر، إيه خلال ساعة راح يصير رسم زيادة أكثر. الرسوم أيه. فراح يصير كل شيء لغيبة بالنسبة للفقدان، راح يصير له رسوم بالنسبة للتلف، راح يصير له رسوم، كل شيء راح تصير له غرامات يعني عشان شوي نحدد. يعني للأسف يمكن أرخص وثيقة عند المواطنين هو الجواز السفر. نعم. ما في اهتمام يعني. نعم. مع أن بعض الدول اللي ضاع جوازه الواحد كنا ضايع عمره يعني، يظل دول مجاورة خليجية. نعم. إذا فقدت الجواز 2 سنين الله يعطيك الجواز. وش السبب هذا؟ ليش ما نطبق احنا قانون؟ والله إن شاء الله احنا قايمين، بس احنا تعلمنا على الواسطة وتعلمنا على الاستعجال. قلت لك أنا يعني بكل شيء احنا مستعجلين. نعم. يمكن لما يروحون الكويتيين الحج أسرع حجاج مستعجلة تخلص وترجع، فاحنا الشعب ولدنا بعصر السرعة. لو مازن الجنسية الكويتية أولى وثانية ومادة 6 ومادة 7، ليش التفريعات والأنواع؟ والله أنا شايفة شغلة طبيعية يعني، هذه ترى ما هي صعبة. لازم ما يصير تساوي الكل يعني، ما يصير المؤسسين بقانون الجنسية نفس اللي هي وعقب. طبعا عندنا احنا نشوف المادة الأولى اللي هي التأسيس، يفترض أبنائهم يأخذون المادة الثانية. نعم. يفترض يعني أنا وأنت كل اللي الحين شايلين أولى يفترض يأخذون الثانية كانوا أبناء المؤسسين. بس هذه المادة شوي وقفت، ما يعني اغفلت، ما يعني ما استخدمت. نعم. وفي طبعا المادة الثالثة وفي المادة الخامسة. على أي أساس تم التصنيفات هذه؟ احنا نشوف عندنا المادة الثالثة اللي هي حق أبناء الشؤون. نعم. حطوا لهم قانون يعني، المشرع سوى المادة الثالثة يعني اللغطاء كلهم يعطونهم الجنسية الكويتية. زين. المادة الثامنة؟ الثالثة. المادة الثامنة زوجات الكويتيين. نعم. هم كلهم كم فئة كل الجنسية؟ المادة الأولى قلت لك، الثانية مو مفعلة. نعم. في الثالثة. نعم. في الخامسة. نعم. الخامسة في ثلاث فقرات يعني، خمسة. نعم. واحد، خمسة اثنين، خمسة ثلاثة. نعم. هم اللي إحصاء 65، وفي الأعمال الجليلة، وفي أبناء الأرامل المطلقات. نعم. كل واحد له فقرة، بس هي هذه المادة الخامسة. المادة الخامسة الحين لما تجنس عندك عيال. نعم. مولودين قبل حصولك على الجنسية، فهم يأخذون السابعة، أبنائهم يأخذون السابعة فقرة ثلاثة بصفة أصلية. نعم. عرفت يعني هذه الثالثة. الحقوق الوحدة أمام الكل؟ طبعا كلهم نفس الحقوق. نعم. بس عقوبة الترشح والتجنيد. اي طبعا الانتخاب. اي لا لا، بس اللي حديث التجنس لا، عقب 20 سنة يلا يرشحوا. وبالنسبة للسابعة فقرة ثلاثة بصفة أصلية هو اللي له حق الترشيح للمميزات الأولى، بس يعاقب في مادة عاقبة لأنه يعتبر متجنس. نعم. يعني المادة الأولى الحين بالكويت ما تقدر تحاسبه يعني. نعم. ما تقدر تحاسبه يعني،
ما تقدر تسقط عنها الجنسية طول ما أنا بالكويت. نعم. أنا موجود الحين أحمل الجنسية المادة الأولى. نعم. ما في أي سلطة تقدر تسقط عني الجنسية. نعم. طول ما أنا موجود بالكويت. نعم. عندك مشكلة وياي تحاسبني بالقضاء. نعم. إذا طلعت برا الكويت وخنت البلد أو تعاملت مع عدو ضد بلدي، لا، من حق السلطة أنها تتسقط من الجنسية، وحصلت مع كذا حالة عندنا بالكويت. نعم. بس بالنسبة للمواد الثانية لا، تسقطها بمادة عادية يعني، ما في أي مشكلة يعني. نعم. مثل ما أعطوك إياها يسحبونها. لو مازن، هل يستطيع الواحد من مادة 2 أو 8 يحصل على الأولى، يقدر يحول؟ تصير يعني، القانون مفتوح. إيه؟ من يثبت طبعا، في ناس تبي تتجنس. إيه؟ بس أول شيء يأخذ المادة مثل نقول 5 ولا 7 هو ما أخذها. إيه؟ طبعا مو لا يمكن المادة 8 تصير أولى. إيه؟ عرفت. نعم. ولا 3 تصير أولى، بس أنا حاجيك على المتجنسين اللي تجنسوا. إيه؟ لازم يثبت تواجده قبل 1920، شنو عنده إثباتات أو عنده شغلة هذه، ويرفع القرار اللجنة العليا للجنسية وتدرس الموضوع ويغرون. إذا في يعني ناس درجة ثانية كثير كثير كثير. إيه كثير. نعم. بالنسبة لل الغرامة بالنسبة للجنسية الكويتية، هل في غرامة لفقدانها إذا واحد فقدان الجنسية؟ إيه؟ لا ما في غرامة، بس قلت لك أنا الجنسية ممكن غير الجواز. إيه غير الجواز، الجنسية نفس الشيء. إيه نفس الإجراء، إنك تجي تبلغ يحققون معاك بالإدارة العامة. نعم. وعقب شهرين من صدورها بالجريدة الرسمية تصرف. بس في ناس قلت لك أنا يعني، إحنا نتفاجأ بيوم الاقتراع بمجلس الأمة ولا